السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى محطات مغاربيه. هذا الاسبوع ستكون حلقه خاصه بتطورات شهد المسد الليبي والتونسي في ليبيا. رفض واسع لترشح سيف الاسلام القذافي للرئاسيات، ومؤتمر باريس يعمق الازمه. وفي تونس اتساع رقعه الرفض لانقلاب سعيد، ومظاهرات واسعه تندد بإجراءات. إذن هذه مواضيع حلقة اليوم من محطات مغاربية، فأهلا بكم. البداية من ليبيا، ومؤتمر باريس هدد من يقوض العملية السياسية ويعطل الانتخابات بعقوبات، وكذلك حذر من أي محاولة لإجهاض جملة الحل الذي تطرحه الأمم المتحدة والانتقال السياسي السلمي. نتابع بعض هذا التقرير ثم نعود للبحث أكثر في تفاصيل المشهد السياسي في ليبيا وخاصة الانتخابات. نتابع مع بعض. بمشاركة نحو 30 من قادة العالم، عقد في العاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضي 12 من نوفمبر الجاري مؤتمر دولي بشأن ليبيا، بهدف توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري وإجراء الانتخابات في موعدها والتثبت بعد ذلك من احترام جميع الأطراف نتيجة الانتخابات، كما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية. ومن بين تلك الدول التي شاركت في هذا المؤتمر الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر وروسيا، في حين مثل الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة. المنفي أكد في كلمته خلال المؤتمر الحرص على تتويج المرحلة الحالية بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية يشارك فيها الجميع ويقبل نتائجها الكل وينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة. كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة أي طرف يقوض السلام أو يخربه عمدا بليبيا، داعيا إلى تقديم رفاهية البلد على المصالح الشخصية، معتبرا الانتخابات خطوة ضرورية على الطريق نحو السلام والاستقرار. في نفس السياق شدد المؤتمرون في البيان الختامي للمؤتمر على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ ليبيا حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية، كما حذروا الأفراد أو الكيانات سواء داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو تقويضهما أو التلاعب بهما أو تزييفهما قد يواجهون عقوبات. مراقبون يرون أن القوى العالمية ستضغط في اتجاه فرض عقوبات على أي شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا، ولكن المسألة ليست شديدة التعقيد خاصة مع التحفظ الذي تبديه فرنسا كلما تعلق الأمر بخليفة حفتر، وكذلك روسيا في علاقة بمرتزقة فاغنر. وينظر إلى الانتخابات القادمة في ليبيا على أنها لحظة فارقة في عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من فوضى عنيفة استقطبت قوى إقليمية وقوضت استقرار البحر المتوسط منذ سقوط نظام معمر القذافي بعد ثورة 17 من فبراير عام 2011. حديث حول التطورات تشهدها الساحة الليبية بعد مؤتمر باريس، حيثية هذا المؤتمر وأيضا ما يحصل الآن داخل مفوضية الانتخابات في ليبيا، قبول ترشح سيف القذافي ثم التراجع ثم التراجع عن التراجع على كل التفاصيل مهمة جدا وانعطافات تشهدها الساحة الليبية. معنا عبر سكايب الأستاذ عبد الله الكبير الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الله أهلا بك. أهلا، تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين والمتابعين. قبل العودة إلى مؤتمر باريس الذي هدد وتوعد وحذر، نتابع آخر التطورات في الساحة في ليبيا. سيف الإسلام القذافي يقبل الترشح ثم يتم رفض الترشح ثم يتم رفض الرفض وتعود المفوضية لتقبل ترشح القذافي أو تتراجع وتسحب بلاغها. في تقديرك هذا إرباك أم هي عملية تشويش متعمدة على سير العملية الانتخابية؟ لا، هي الحقيقة أن المفوضية لم ترفض، قبلت أوراق الترشح كما رأى العالم كله الذي تابع هذا الخبر عبر وسائل الإعلام من خلال فرع المفوضية في مدينة سبها في جنوب ليبيا، حيث غالبية أنصار نظام حكم والده. مسألة التراجع أو سحب ترشحه أو رفضه هذا لم يحدث،
كل ما في الأمر أن صفحة المفوضية الرسمية تم اختراقها وجاري العمل على استعادتها حسب تصريحات أحد أعضاء المفوضية العليا للانتخابات لتلفزيون محلي. إذن حتى الآن سيف قدم أوراق ترشحه بانتظار الطعون التي يمكن أن تقدم ضد هذا الترشح، وبانتظار تطورات العملية السياسية التي ربما هذا الترشح قد ينسفها، وقد لا نشهد انتخابات رئاسية أصلا في 24 من ديسمبر المقبل، ويكتفى فقط بالانتخابات البرلمانية أو يؤجل هذا الموعد. المهم أن ترشح سيف القذافي المطلوب للقضاء المحلي وللقضاء الدولي زاد من الغموض حول العملية الانتخابية والعملية السياسية برمتها. طيب يعني أنت أشرت إلى مسألة مهمة جدا، أنه ممكن هذا الترشح يدفع نحو الذهاب للبرلمانية قبل الرئاسية، وممكن حتى التأجيل. هذا يدفعنا بالضرورة الحديث عن مؤتمر باريس. مؤتمر باريس شدد وحذر وهدد أنه يجب الذهاب إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم، وحذر كذلك كل من يعطل العملية بأن سيتعرض للعقوبات. يبدو هناك إصرار واضح من المجتمع الدولي على الانتخابات في وقتها بمن حضر ومهما كانت التكاليف. نعم، بالنسبة لمؤتمر باريس وهو مؤتمر لا ضرورة له، لأن الأساس لحل الأزمة الليبية وضع في مؤتمر برلين 2 وأكدت عليه قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. التهديد بالعقوبات، ليست هذه المرة الأولى التي يهددون فيها بالعقوبات، وأعتقد أن موضوع العقوبات جدي هذه المرة كما هو الحال في المرات السابقة، لأن السفير والمبعوث الأمريكي الخاص لليبيا السيد ريتشارد نورلان يؤكد أكثر من مرة أنه ستكون هناك عقوبات على المعرقلين دون أن يحدد ما هي معايير العرقلة. ما الذي يمكن أن نعتبره معرقل؟ هل الذي يفرض القوانين بالمخالفة للتشريعات الليبية وبالمخالفة لخارطة الطريق ولا يعتد بكل النداءات التي صدرت من القوى الدولية ومن بعثة الأمم المتحدة بتعديل هذه القوانين حتى يقع توافق عليها، أكبر توافق عليها من قبل الأطراف السياسية، هل هو المعرقل؟ أم أن المعرقل في عرف أمريكا والقوى الدولية الذي يرفض هذه المخالفة للإعلان الدستوري والتشريعات الليبية والمخالفة لخارطة الطريق ويريد الالتزام بخارطة الطريق وبالاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة وبقرارات مجلس الأمن، أيهما يمكن اعتباره معرقل؟ هذا سؤال لا يستطيع أحد الإجابة عليه الآن. أما بالنسبة للقوى الدولية، الحقيقة ليست كلها مجمعة على الانتخابات، فأنا أستطيع أن أقول أن ترشح سيف القذافي أمس وبعد أقل من 48 ساعة على مؤتمر باريس الذي أكد على إجراء الانتخابات في موعدها، إنما هو رد روسي على هذه الخطة الأمريكية التي تدفع باتجاه الانتخابات حتى تتشكل في ليبيا حكومة شرعية لها صلاحيات كاملة ولها سلطة شرعية لأنها جاءت عن طريق الانتخابات، حتى تتمكن هذه السلطة من التصدي للوجود الروسي في ليبيا. روسيا باعتبار أن مرشحها في ليبيا أو حليفها الأول في ليبيا هو أنصار النظام السابق ويمثلهم الآن سيف القذافي بهذه الخطوة، ترد على أمريكا وكأنها تقول لها أنني قادرة على إرباك خطتك في ليبيا وإفشال الانتخابات في برمتها. فرنسا التي تراجعت عن الملف الليبي بعد تقدم تركيا وروسيا وأصبحا هما اللاعبان الرئيسيان إلى جانب أمريكا في الملف الليبي، تريد من خلال هذا المؤتمر تحقيق 3 أهداف. الهدف الأول هو فرض العملية الانتخابية بهذه القوانين المعيبة التي تصب في مصلحة حليفيها في ليبيا عقيلة صالح وخليفة حفتر، ويساندها في هذا التوجه مصر وإلى حد ما الإمارات. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو محاصرة الوجود التركي والوجود الروسي في ليبيا، وهي تركز على تركيا أكثر من روسيا بالطبع. الهدف الثالث يتعلق بالدعايات الانتخابية للرئيس ماكرون المقبل على انتخابات جديدة ويريد أن يبقى في الإليزي لفترة رئاسية ثالثة. هذا المؤتمر ليس لمصلحة ليبيا والليبيين، وإنما يحاول ماكرون من خلاله أن يفرض نفسه على
الأزمة الليبية مرة أخرى وأن يتصدر المشهد الدولي. ولكن أستاذ عبد الله بعد إذنك في هذه النقطة، هناك من يرى من دعاة تأجيل الانتخابات، العديد في ليبيا يدعو إلى تأجيل الانتخابات. خالد المشري في أكثر من مناسبة تحدث لوسائل الإعلام ودعا إلى تأجيل هذه الانتخابات، وأن المناخ غير ناضج، وأن ضرورة مراجعة قانون الانتخابات والانتخاب وغيره أيضا من الشخصيات وحتى بعض الكتائب المسلحة. ألا ترى بأن هذا المؤتمر هو ساهم بشكل غير مباشر في الدفع نحو التفكير جديا في تاريخ هذا تاريخ الانتخابات 24 من ديسمبر المقبل؟ يعني رغم الحرص ورغم البيان الذي فيه كما ذكر تهديد وتحذير، ولكن عمليا على المستوى السياسي تنزيل ذلك وترجمته سياسيا هو قد يدفع التفكير جديا نحو تأخير الانتخابات، خاصة مع ترشح سيف الإسلام القذافي، وأيضا مع هذا الإرباك الحاصر داخل المجتمع الدولي، هو إرباك غير معلن ولكن واضح، عملية الاستقطاب الفرنسي الروسي التركي الأمريكي. نعم صحيح. بالنسبة للمؤتمر أنا أعتقد أنه يزيد من الأزمة الليبية ولا يحلها، لأن القرارات وخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات السياسية كلها كانت كافية، وما كان هناك داع لهذا المؤتمر، خاصة وأنه جاء بعد مؤتمر استقرار ليبيا الذي عقد في طرابلس بعد أسابيع قليلة. ما الذي سيضيفه هذا المؤتمر سوى كما أشرت محاولة فرنسية لاستعادة الصدارة في المشهد الدولي من جديد؟ أما موضوع الانتخابات فالعديد من المراقبين والمتابعين للمشهد الليبي يتساءلون، هل ليبيا جاهزة للانتخابات الآن؟ هل هذه الانتخابات بالفعل ستضع ليبيا على طريق الاستقرار أم أنها ستزيد من تأزم الوضع؟ خرج البيان بعد انتهاء المؤتمر في باريس، ثم بعد أقل من ساعة سحب من كل الصفحات والمنصات الرسمية للإدارة الفرنسية بما فيها سفارتهم في ليبيا، وغاب هذا البيان حوالي 4 أو 5 ساعات في إشارة أو في دليل على أن الخلافات مستمرة حول هذا البيان بالذات. ثم أن رئيس الحكومة الإيطالي والذي خرج في مؤتمر صحفي عقب المؤتمر مع ماكرون وميركل والمنفي وإتبيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية قال بوضوح ردا على الصحفيين، نحن ننتظر ونأمل تعديل القوانين الانتخابية لكي تكون متوافق عليها من كل الأطراف السياسية، أي أن إيطاليا أدركت المساعي التي تريدها فرنسا والتي تنشدها فرنسا لكي تكون هي صاحبة الصدارة في المشهد الليبي، ولكي تدفع باتجاه انتخابات قوانينها ستمكن حلفائها في ليبيا، ومن ثم تصبح هي صاحبة النصيب الأوفر من إعادة الإعمار ومن عقود الطاقة في ليبيا، وتتقدم شركة توتال لتزيع شركة إيلي. كل هذا أدركته إيطاليا ومن ثم لم تذهب وراء هذه الرؤية الفرنسية. وميركل أيضا هناك بعض التراجعات من خلال التصريحات التي أطلقتها، بل إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قالت بشكل وضوح يعني نتمنى أن يكون هناك توافق بين إيطاليا وفرنسا. إذن الخلاف الإيطالي الفرنسي ما يزال مستمر. وقبل يومين ريتشارد نورلاند وهو الذي يدفع السفير الأمريكي في ليبيا وهو الذي يدفع باتجاه الانتخابات وتنفيذ هذه الخطة قال لتلفزيون محلي ليبي أنه لابد من توافق القادة الليبيين على القوانين الانتخابية. فهل ما تبقى من وقت سوف يسعف المجلس الأعلى للدولة والبرلمان للتوافق حول قوانين جديدة وتعديل هذه القوانين المعيبة؟ الحقيقة أنني لا أعتقد ذلك، ومن ثم أنا ما زلت أعتقد أن تأجيل الانتخابات وارد وبقوة. طيب يعني على حسب ما تقدم الآن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والتي التي كانت أكثر الأطراف إصراراً وحرصاً على إنجاز الانتخابات في وقتها في 24 من ديسمبر، نحن نتحدث عن 6 أسابيع، يجب الإشارة إلى أن المفوضية هي تقول أنا جاهزة، ولكن ميدانياً عدة أخبار تأتي من ليبيا بأن لوجستياً ليست المسألة بسيطة، مسألة القوانين وهي مسألة مهمة جداً، القانون الانتخابي هذا يراه العديد بأنه غير عادل وغير منصف وصمم لأطراف معينة. المشري في أكثر من مناسبة يقول أنه سيذهب إلى التعطيل القانوني، يعني قانونيا سيذهب إلى مطالبة بعدم إجراء الانتخابات أو إلغاء النتائج. أمام كل هذه الأجواء الولايات المتحدة الأمريكية هل ستقبل بأن يسقط خيارها في الماء؟
لا بالتأكيد واضح أن أمريكا مصرة على إجراء هذه الانتخابات، ومن المؤكد أنها الآن تضغط وبقوة من أجل تعديل قوانين الانتخابات، وربما يجدون أن المخرج هو إجراء الانتخابات برلمانية. البرلمانية وتأجيل الانتخابات الرئاسية على اعتبار أنها هي محور الخلاف. لا ننسى أن أمريكا ليست هي اللاعب الوحيد في الأزمة الليبية، هناك روسيا أيضا وهناك تركيا. روسيا وكما أشرت بدفعها بحليفها في ليبيا سيف القذافي إلى الترشح، هو واضح أنها تريد إفشال هذه الانتخابات وإرباك العملية السياسية التي تقودها أمريكا. ورأينا لافروف وهو يعقد مؤتمرا صحفيا بشكل منفرد بعد مؤتمر باريس، ويشن هجوما حادا ولاذعا على أمريكا وعلى القوى الغربية التي تحاصر بلاده وتشن حربا على بلاده. لذلك ورقة من الأوراق التي يملكها الروس في صراعهم مع الغربيين هو وجودهم ونفوذهم في ليبيا، وبإمكانهم تحريك هذا النفوذ من خلال حليفهم الأول. طبعا الخيار الثاني لهم هو خليفة حفتر، لكن بالتأكيد أن الخيار المفضل هو أنصار النظام السابق وسيف القذافي. لافروف نفسه وزير الخارجية الروسي قال في أكثر من مناسبة، قال نريد قوانين انتخابية ونريد عملية سياسية لا تقصي أي طرف سياسي بما فيهم أنصار النظام السابق، هكذا قالها صراحة. إذن لا نستطيع، ونحن نرى هذا الترشح لسيف القذافي، ورأينا متحدث باسم الخارجية الأمريكية يرفض هذا الترشح بشكل غير مباشر، ويقول أن هذا الرجل له مشكلة مع المجتمع الدولي ومطلوب للجنائية الدولية، ولا يمكن تصور أنه سيكون مسؤولا في ليبيا. إذا الاستقطاب والصراع واضح جدا حول الانتخابات وحول ترشح سيف القذافي بين القطبين الدوليين الكبيرين روسيا وأمريكا، كل هذا يلقي بظلاله على العملية الانتخابية. أما موضوع المشري وهي نقطة مهمة لابد من الإشارة لها، المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة والذي ندد بهذه القوانين، وهو يمثل طيف سياسي واسع، ليس المجلس الأعلى للدولة فحسب وإنما أطراف سياسية تشاطره نفس الرؤية، الباب مسدود أمامه قضائيا على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء يعطل الدائرة الدستورية التي ستبطل هذه القوانين بدون شك وفي أول جلسة، لأنها مخالفة للإعلان الدستوري. إذن الدائرة الدستورية معطلة، الطعون التي قدمت حتى الآن لم ينظر فيها، ولا نرى أن قضاء ليبيا فاعلا يمكن أن يصاحب هذه العملية الانتخابية. موضوع الإعداد اللوجستي، الانتخابات طبعا هي ثلاث مراحل، ما قبل الانتخابات ويوم الانتخابات أو أيام الانتخابات وما بعد الانتخابات. ما قبل الانتخابات حكومة الوحدة الوطنية ووزارة داخليتها لا سلطان لها على الشرق وعلى الجنوب، لا تستطيع أن تراقب وأن تنفذ خطة أمنية لتأمين الانتخابات في الشرق وفي الجنوب حيث ميليشيات خليفة حفتر. قطاعات واسعة من الليبيين وأطراف سياسية ستقاطع هذه الانتخابات. يوم الانتخابات إذا كان النائب والمرشح غير آمن لمسألة ترشحه وذهابه لمركز الاقتراع وعدم تعرضه للضغوطات، كيف سنؤمن بنزاهة هذه الانتخابات؟ ثم أخيرا ما بعد الانتخابات، في ظل هذا الجدل حول قوانينها وفي ظل شكوك في نزاهتها بسبب عدم قدرة وزارة الداخلية على التحرك في الشرق والجنوب والمقاطعة التي تهدد بها بعض الأطراف، ما الذي يمكن أن يحدث لي النتيجة؟ بالتأكيد هناك أطراف سوف لن تعترف به النتائج، وبالتالي نحن أمام مشهد ما زال يحمل الكثير من الانقسام والكثير من الصراع، بل وينذر بالمزيد منهما مع المزيد من الفوضى. ألا تكون سحب فتيل الأزمة هذه الانتخابات في موعدها يتم تأجيلها بالذهاب للانتخابات البرلمانية في 24 من ديسمبر، يبدو أن الأزمة ستكون أخف حينها. نعم بالتأكيد، لأنه ليس هناك خلاف على الانتخابات البرلمانية، سوى أن الأطراف المسيطرة على البرلمان الآن وهي لم تضمن وصول مرشح لها للرئاسة ستخسر الرهان. انتخابات برلمانية وبالتأكيد ستمضي بنزاهة على اعتبار أن كل المرشحين سيترشحون في دوائرهم وفي مدنهم، وليسوا مضطرين لإنجاز دعاية انتخابية في دوائر
انتخابيه بعيده عنهم وتحت سيطره خصوم سياسيين لهم، الانتخابات البرلمانيه يمكن انجازها بسهوله، هذا هو المتاح الان. ثم يتولى البرلمان الجديد معالجه موضوع الانتخابات الرئاسيه ومعالجه موضوع الاساس الدستوري لهذه الانتخابات. المقترح الامريكي الذي ربما يتم الدفع به لانقاذ العمليه الانتخابيه هو ان الانتخابات البرلمانيه والجوله الاولى من الانتخابات الرئاسيه تكون بالتزامن، لا ان تؤجل الانتخابات البرلمانيه للجوله الثانيه. الجولة الثانية ستكون فقط للانتخابات الرئاسية، حينها سيكون هناك برلمان منتخب سيشرف على هذه الجولة الثانية. ربما هذا مخرج، لكن لا نعرف حتى الآن ما هو الموقف الروسي الذي يتدخل بقوة بعد ترشح سيف القذافي، وكما أشرت يزيد من الغموض حول العملية الانتخابية وقد ينسفها من الأساس. وهذا تخوف حقيقي، يعني هل سنصل إلى الانتخابات في 24 أو حتى بعد 24؟ يبدو أن الآن حتى الحديث عن انتخابات وجه انتخابات هو محل شك. أستاذ عبد الله أشكرك، أستاذ عبد الله الكبير الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نذهب إلى تونس وتطورات المشهد التونسي. أمس كانت هناك مظاهرة ضد قيس سعيد وإجراءاته، وأيضا حالة احتجاج واسعة ممكن كان أبرزها ما حصل في مدينة عقير. كل ذلك سنتابعه، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الثاني في محطات مغاربية هذا اليوم. سنذهب إلى تونس، يوم أمس شهد مظاهرة واسعة في تونس العاصمة وتحديدا أمام وفي محيط قصر البرلمان في ضاحية باردو. كذلك شهدت تونس الأيام الماضية جملة احتجاجات اجتماعية لأسباب معيشية ومطلبية، أهمها ما شهدته مدينة عقارب. على كل، أمس كان هناك رفض واسع داخل الشارع التونسي عبرت عنه هذه المظاهرات لإجراءات قيس سعيد، لاستمرار هذه الإجراءات وأيضا لعدم وضوح خريطة الطريق في المستقبل، كذلك مواقف يجب قراءتها في إطار هذا السياق، خاصة موقف الاتحاد العام التونسي للشغل. كل ذلك سنعود له، ولكن بعد أن نطلع على المشهد في تونس من خلال هذا التقرير وحيثيات يوم أمس نتابع مع بعض. سار يوم أمس الأحد 14 نوفمبر الجاري آلاف المتظاهرين وسط تضييقات أمنية واسعة وانتشار للحواجز في كل مداخل تونس العاصمة إلى مقر البرلمان التونسي المعلقة أعماله منذ 25 يوليو تموز الماضي، تاريخ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. وشهدت ساحة باردو في محيط البرلمان حضورا أمنيا كثيفا وحالة من التدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين الراغبين في التقدم لمحيط البرلمان. وأكد نشطاء من حملة مواطنون ضد الانقلاب أن التحرك سلمي واستنكروا الوجود الأمني الكثيف. المحتجون اعتبروا أن تونس باتت في عزلة دولية بعد هذا التاريخ، كما طالبوا بإنهاء ما وصفوه بحالة الاستثناء والغموض والعودة إلى مسار الديمقراطية واحترام علوية الدستور. وكانت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب قد دعت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة من أجل إنهاء حالة الاستثناء الاعتباطية كما وصفتها، متهمة السلطات بانتهاج أساليب القمع ضد المظاهرات والتضييق على حرية التعبير. من جهتها عبرت قيادة في الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها لأي عودة لما قبل 25 يوليو تموز، داعية الرئيس قيس سعيد لاعتماد مقاربة تشاركية لإعادة بناء الوطن والخيارات والتوجهات، مؤكدة أن اتحاد الشغل يتطلع إلى حوار وطني حقيقي تشارك فيه كل القوى المؤمنة بالتغيير. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد حذر من صعوبة الوضع الاجتماعي في البلاد، وقال إنه ينذر بانفجارات اجتماعية وأن التنكر للوضع الاجتماعي الخطير والصعب بذريعة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية. تأتي تصريحات قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل على وقع احتجاجات كبيرة شهدتها منطقة عقارب في محافظة صفاقس جنوب العاصمة تونس، على خلفية رفض أهالي المنطقة استعمال مصب للنفايات المنزلية استنفذت طاقته الاستيعابية، سبب أزمة بيئية خانقة وخطيرة وفيه حكم قضائي بإزالته. احتجاجات أودت بقتل متظاهر من الأهالي بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع حسب شهود عيان.
تتصاعد في تونس أزمات سياسية واقتصادية منذ 25 من يوليو تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية للقوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترأسه للنيابة العامة وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. معنا من تونس الأستاذ زوير إسماعيل، عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب. أستاذ زوير أهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. إذن أمس كان يوم مشهود حسب العديد من التقارير، وأيضا من حضر في تونس وعبر عن أن الشارع التونسي تقريبا هناك حس عام داخل هذا الشارع رفض الانقلاب، رفضا لهذه الإجراءات. في تقديرك، هل يمكن للشارع بما ترجمه في محطات مختلفة منذ 25 من يوليو تموز الماضي أن يكون عنصرا حاسما في تحديد البوصلة في الأيام القادمة؟ نعم، شكرا. الواقع هو الشارع هو يعني جزء من المعادلة. إذا أمكن أن نتحدث عن معادلة فهي معادلة الانقلاب والشارع الديمقراطي المناهض للانقلاب. ويوم أمس هي محطة مهمة من مسيرة مواطنون ضد الانقلاب، ولعلكم تعلمون أن المحطة الأولى وكانت مهمة جدا في من خلال مواعيد كانت مهمة جدا في هذا الجانب 18 سبتمبر و26 سبتمبر و10 أكتوبر. ويمكن أن نقول أن هذه المرحلة أنجزت جملة من المهمات، لعل أهمها هو وجود الشارع الديمقراطي، وربما الأهم هو أن مطلب الديمقراطية صار مطلبا سياسيا في مرحلة ترذل فيها الديمقراطية من خلال القراءة ربما الأحادية لعشر سنوات من الانتقال الديمقراطي. المرحلة الثانية تم تدشينها يوم 8 نوفمبر بالندوة الصحفية التي عقدت بالشارع بعد المنع، كانت في باب سعدون، وعرضت فيها مواطنون ضد الانقلاب خارطة طريق سميت المبادرة الديمقراطية، وكان أهم بنودها هو عودة المؤسسة الأصلية البرلمان وتدشين حوار واسع يهيئ لانتخابات تشريعية وبرلمانية سابقة لأوانها، يعني أن استعادة المسار الديمقراطي تكون بمرجعية الدستور والديمقراطية. هذا تقريبا يعني خلاصة لهذه. طيب أستاذ زهير، يوم أمس كان هناك حديث عن الشرعية، عن أي شرعية يتحدث الشارع الرافض للانقلاب وأيضا بعض قيادات الرأي أي الرافضة للانقلاب؟ شرعية الدستورية، شرعية البرلمان، شرعية المنظومة السياسية عموما ما قبل 25 جويلية؟ هو الشرعية يحددها طبعا النص الدستوري، هو الدستور. وربما إذا أمكن أن نتحدث عن مشترك في تونس، تقريبا هناك مشترك وحيد هو هذا الدستور الذي صيغ في الظروف المعلومة، والدستور صيغ بأغلبية مطلقة داخل المجلس الوطني التأسيسي. هذا الدستور طبعا أفرز جملة من المؤسسات الدستورية والمؤسسات التعديلية التشريعية، والانقلاب يعني كان دوره الأول هو إغلاق هذه المؤسسات، بل يمكن أن نقول الانقلاب أغلق الدولة يعني وجعل الأمر اليوم خارج الدولة، حتى أن يعني مبادرة مواطنون ضد الانقلاب لا تعتبر نفسها معارضة للدولة، هي معارضة للانقلاب، بل ربما هي تمثل الدولة وتمثل الشرعية وتمثل هذا المسار الذي تم تعطيله، مع أن مواطنون ضد الانقلاب يميزون يعني بين هذه التجربة والأداء الذي كان فيها وبين المؤسسة الأصلية والدستور الذي كان هو الإطار المرجعي لهذه التجربة. من هذا المنطلق قدمنا هذه الخارطة، بل ربما لعلها هي الحل السياسي الوحيد، وندعو طبعا إلى هذا الحل. ولعلكم تلاحظون أن المبادرة انطلقت محدودة، وهي اليوم تعبر عن شارع ديمقراطي واسع
يضم عديد الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، وتجتهد في أن تقدم حلا في هذا السياق في إطار مرجعية الدستور والديمقراطية. طيب. في هذا الإطار، وفعلا يعني مواطنو ضد الانقلاب أصبحت يعني مظلة لعديد الشخصيات وعديد التيارات، وهناك تنوع واختلاف، ولكنه يعني أصبح في المشهد لافت وإلى حد ما مربك لأطراف أخرى. وأنا أتحدث أساسا عن الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل كأنه هذه المرة فقد المبادرة، وشعر بأن هناك شارع آخر قادر أن يزاحم هذا الشارع القوي للنقابين والشغالين. وكانت هناك لقاء بين الأمين العام للاتحاد والرئيس قيس سعيد قبل يعني ساعات من المظاهرة أمس، ثم مكالمة هاتفية أمس حاول أن يبررها الطبوبي ولكن الأمين العام، ولكنها تأتي في سياق لا يمكن قراءتها إلا في سياق رسالة دعم لقيس سعيد. في تقديرك، هل هذا مؤشر بأن حتى الشارع الرافض للانقلاب ممكن أن يشهد انعطافات خطيرة على مسار الديمقراطي؟ نعم، هنا لابد أستاذنا من التدقيق. مهم جدا طيب. أن ندقق. مواطنون ضد الانقلاب ليست في تعارض أو في تقابل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن الاتحاد العام التونسي للشغل إذا تحدثنا بلغة الشوارع هو يعني يمثل الشارع الاجتماعي النقابي المنظماتي، في حين مواطنون ضد الانقلاب تعبر عن الشارع السياسي وأسميناه الشارع الديمقراطي. لعلكم لاحظتم هناك شارع آخر هو الشارع الاجتماعي الشعبي، وقد أشرتم في تقريركم إلى ما حدث في عقارب من خلال هذه المشكلة البيئية، وكان يمكن أن تنتقل هذه الأزمة البيئية إلى مواطن أخرى، تنتقل إلى صفاقس، إلى جابس، إلى المناجم، منطقة المناجم، إلى برج شاكير في العاصمة، إلى غير ذلك. وبالنسبة إلى مواطنون ضد الانقلاب كانوا على وعي بأن دورهم هو هذا الوصل بين الشارع الاجتماعي المنظماتي والشارع الشعبي، الشارع الشعبي يقصد الشارع الاجتماعي الشعبي. بالنسبة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، معروف أنه قبل 25 تقدم بمباتلتين إلى رئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية ماطل ثم قدم بديلا للحوار كما يتصوره، واعتبر أن الحوار بالإضافة إلى أنه لن يكون مع الفاسدين إلى غير ذلك والخونة، هو حوار مع الشعب، يعني بكل ما يحمله هذا المفهوم من يعني هلامية، ومع الشباب. وقطع الحبل السري بين الاتحاد ورئاسة الجمهورية. بعد 25 الاتحاد ساند إجراءات 25 الاستثنائية، ولكن أداء رئيس الجمهورية كان يتجه به إلى العزلة، سواء على مستوى الداخلي هناك كثير من الأحزاب سندوه، اليوم تقريبا لم يبقى إلا حزب واحد يساند قيس سعيد، حتى من كان قريبا منها الآن يأخذ مسافة ويقترب من الشارع الديمقراطي، وهذا مؤشر مهم. أيضا كذلك على المستوى الخارجي هنالك شبه إصرار من شركاء تونس الدوليين، وخاصة في من يمثل هذه القوى الدولية من صناديق مانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، يشترطون شريكا ديمقراطيا ووضعا سياسيا مستقرا وشرعيا. فالاتحاد لئن عبر يعني عن أنه يتحرك داخل. طيب أستاذ زهير، دعني في هذه النقطة أتفاعل معك، في هذه النقطة أتفاعل معك. العديد من المراقبين والمحللين من داخل تونس يرون بأن هناك مراهنة أكثر من اللازم على الشريك الأجنبي وعلى الطرف الدولي والإقليمي من أجل حلحلة الوضع في تونس، ويرون بأن هذه الدول في آخر الأمر ستراقب وترى إلى من تميل الكفة ثم تدعم الخيار الأقوى. الآن الحل التونسي هو محلي، وممكن يعني الحديث عن الطرف الخارجي هو يحمل في كثير من الأحيان أكثر مما يحتمل. لا، هذا الواقع أشرت إليه في درجة ثانية. هذا واقع موجود، ولكن أنا يعني في تجربة الانتقال الديمقراطي 10 سنوات ونتيجة لعجز الطبقة السياسية على أن تبني مشتركا وطنيا يستقر عنده البناء الديمقراطي، أقول جرف شروط السيادة،
وأتى الانقلاب لكي ينهي تقريبا هذه الشروط ويجعلنا في الدرجة الصفر للسيادة. لكن في كل الأحوال نحن من ذهب إلى هذه الصناديق، وهذه الصناديق طبعا هي تقييمها ليس اقتصاديا وإنما هو سياسي بالدرجة الأولى طبعاً. هو عنصر مهم، وكما تلاحظون قيس سعيد كان له موقف، يمكن أن نقول هو يعني هو نتيجة للمقاربة الاقتصادية الساذجة عنده، تحدث عن أم صنافة وتحدث عن أعيدوا إلينا أموالنا، ولكن في نهاية الأمر حدثت اتصالات لكي تعيد العلاقة بين الحكومة هذه وهي حكومة غير شرعية، ويعلم الشركاء أنها غير شرعية، ولكن الأمر متوقف منذ الإجراءات. طيب أستاذ زهير، أستاذ زهير بعد إذنك سأعود معك لهذه النقطة وأيضا لتداعية ما أشرت إليه للشارع الاحتجاجي الشعبي الاجتماعي، وأشرت إلى مدينة عقرب. معنا عبر الهاتف من مدينة عقرب ندى لوكي، ناشطة في المجتمع المدني من مدينة عقرب في محافظة صفاقس جنوب تونس العاصمة. ندى أهلا بك. مرحبا. أهلا مرحبا بكم، السلام عليكم. طيب مرحبا. أنا فقط أريد أن أتابع معك الأحوال الآن في عقرب، هل فعلا تم إزالة هذا المصب أو إغلاقه بشكل نهائي، وتم التراجع عن القرارات تم اتخاذها، ومجريات التحقيق في مقتل أحد المتظاهرين؟ بداية نحب نترحم على شهيد عقرب، هو الأيقونة الشهيد عبد الرزاق أشهد، شهيد الانتفاضة البقية. المصب شد الجيش، الجيش التونسي هو اللي شد المصب وشد تقريبا المؤسسات نتاع غير كاملة، كل ما هو من المحاكم البلدية لأنه الأمن خرج منها. تقريبا هذا هو الوضع اللي في عقرب، والحالة مستقرة، نستناو في قرار. معناتها السيد الرئيس قال أنه مش مسكر، ما تمش قرار نهائي لحد الآن، ننتظروا. طيب نداء، أريد أن أفهم منك لماذا كانت هذه الرد الفعل العنيفة جدا من قوات الأمن وهي تتصدى للمتظاهرين الذين خرجوا بشكل عفوي احتجاجا على عودة استعمال المصب، وحتى سميت يعني في وسائل التواصل الاجتماعي في تونس بأن عقرب هي مجزرة القنابل المسيلة للدموع؟ سمحني ما سمعتكش بهذا الصوت. ما هو يعني لماذا كان تصدي قوات الأمن للمتظاهرين بهذا العنف؟ يعني سميت عقرب بمجزرة القنابل المسيلة للدموع، يعني عشرات الإصابات والاختناقات وأيضا قتيل، يعني لماذا كل هذا العنف من قوات الأمن حسب شهادتك وانت كنت شاهدة عيان على الميدان؟ حقيقة هو اليوم 8/11 يعتبر يوم تاريخي في عقرب، يوم ما شهدتلوش منطقة ريفية، منطقة صغيرة، تفاجئوا العقاربة بالأمن اللي تخلى عليهم، بالكروموجين تخلى عليهم معناتها بشكل قوي، الناس عزل. أنا كنت شهدت عيان في المنطقة، العقاربة حتى وقت يطبضوا معناتها كان عندهم قرار قضائي، كان عندهم قرار بلدي بتسكير المصب، المجلس البلدي أقر بتسكير المصب، كذلك عندهم قرار من الوالي بإيش أنه يتسكر. معناتها الاحتجاج نتاعهم كان احتجاج سلمي، وكان عند معناتها ناس أصحاب حق. التصرف نتاع الأمن هو تصرف لحد ما معناتها كان عنيف جدا، مش لحد ما هو عنيف جدا. العقاربة راهم ناس مسالمة، العقاربة ناس تفرح باللي يجيها، ناس مضيفة، وضمهم معناتها اللي صار المفروض المصب يتسكر ما عنده معناتها من سنة 2013 مش من يوم. طيب ندى حتى نفهم الصورة أكثر، ندى حتى نفهم الصورة أكثر وباختصار وأختم معك، يعني الآن الوضع مستقر، أمس شهدنا الجيش في عيد الشجرة موجود مع المواطنين في عقرب، هل هذا مؤشر بأن الآن الجيش هو الذي يعني يؤمن المؤسسات العمومية، وأيضا لا يوجد احتكاك بين المواطنين وقوات الأمن؟ الآن ليس هناك احتكاك بقوات الأمن والمواطنين، لأن الجيش هو اللي سدد البلاد، معناتها تقريبا الجيش هو اللي شهدت المؤسسات نتاع الدولة نتاع عقرب.
البلدية والمعتمدية الكل الآن كل تحت سيطرة الجيش الآن. كل المؤسسات الكل تحت سيطرة الجيش، نعم. أشكرك ندى الوكيل ناشطة في المجتمع المدني، حدثتنا من مدينة عقار في محافظة صفاقس جنوب تونس العاصمة، شكرا لك. أعود معك أستاذ زوير، أكيد تابعت ما حصل في عقار بهذا الاحتجاج الاجتماعي الشعبي كما أسميته وأنت، يعني نريد أن نربط بين كل هذه العناصر وهي مركبة، ولكن في حاجة إلى أن نفهم ماذا يربط ما بينها. هذا الشارع ديمقراطي سياسي، هذا هناك الرئيس قيس سعيد، هناك شارع احتجاجي شعبي، هناك شارع احتجاجي منظم، كيف يمكن ربط بين كل هذه الأطراف لعودة الحياة الديمقراطية بشكل الدستوري كما كانت؟ نعم، أنا كنت أشرت إلى أن مهمة الشارع السياسي أو الشارع الديمقراطي الأساسية هي الربط بين هذه الشوارع، وخاصة الشارع الاجتماعي بمستويي الشعبي والنقابي. والواقع يعني حتى ما يحدث في عقارب هو يعني مشكل قديم طبعا، ليس مشكلا طارئا، ويشير إلى أن المقاربات لم تكن جدية، لأن المشكل البيئي مشكل حقيقي، هو في النهاية مشكل اقتصادي. أنا بالعودة يعني إلى نحن أشرنا إلى المنظمات واتحاد الشغل إلى غير ذلك، اتحاد الشغل في ونحن نتحدث عن الشارع الاجتماعي لا يمكنه أن يتحرك، بل إن مبرر وجود المنظمات النقابية هو العلاقة بالدولة وبالحكومات، وإذا ما أغلقت الدولة وأغلق باب الحوار فإن الأمر يصبح يعني مستحيل أن تكون للنقابات مهمة. وهذا ما عبر عنه بطريقة ربما لا واعية اتحاد الشغل رغم الاختلافات التي داخله. فعلى المستوى المواقف وكأنه يتحرك من داخل مرجعية 25 جويليا، ولكن عمليا لا يمكن أن يكون إلا خارج هذه المرجعية. خطاب الأمين العام الأمس وهو يتحدث عن مكالمته مع رئيس الجمهورية، في خطابه يتحدث عن الدستور، عن المؤسسات الشرعية، عن الديمقراطية طبعا، وهذه تحيل إلى مسار كامل الآن هناك إمكانية إلى استعادته. أنا كملاحظ وكناشط سياسي بدأنا نقترب من ما بعد قوس الانقلاب، وهو هذا هو السؤال ربما المهم. طيب أنا في هذه النقطة دعني أذهب مباشرة في هذه النقطة، ما يعاب على رافضي الانقلاب أنهم لم يستطيعوا أن يسوقوا لبديل له مقبولية، ولا نتحدث عن بديل كأشخاص ولكن كبدائل سياسية له مقبولية لمرحلة ما ذكرت وأنت قوس ما بعد 25 جويلية. نحن قدمنا اليوم يعني ما قدمناه من مبادرة يغطي اليوم العلاقة بالانقلاب في اتجاه إغلاق هذا القوس وما بعد الانقلاب، حينما نتحدث عن انتخابات سابقة لأوانها يعني برلمانية وتشريعية، ونتحدث عن حكومة إنقاذ وطني بعد تفعيل مجلس النواب، نحن نتحدث عما بعد قوس الانقلاب، مع أن هناك اتجاهان عامان في تفاعل الخارج بالداخل. هناك اتجاه حل يمر عبر البرلمان، وهناك اتجاه حل يبدو أن من يدفع إليه يمر عبر هذه الحكومة التي ليس لها شرعية. طيب أستاذ زهير، بعد إذنك، وكنت ضيفا معنا في عديد المناسبات وكنت تعيب فعلا بأن هذا البرلمان هو أحد الأسباب المباشرة وأحيانا الرئيسية التي دفعت إلى لحظة 25 جويلية، هل تقبل بعودة هذا البرلمان؟ بس ليس أقبل، هذه مؤسسة أصلية، هذه مؤسسة أصلية انتخبها الناس كما انتخب قيس سعيد. يعني عمليا إذا يعني كانت هنالك يعني في مجتمع معين نسبة قصوى من حوادث الطرقات، هل نلغي قانون الطرقات؟ هذا له علاقة بالقانون وبالدستور، وهي مؤسسة دستورية وشرعية، ونحن ميزنا في المبادرة بين هذه المؤسسة الأصلية وهي أساس النظام السياسي، هي أساس النظام السياسي الذي بني في ضوء الدستور يعني، وهذا ليس له علاقة بالأداء، يعني الأداء لا يلغي المؤسسة. طيب بل إن بعد ذلك أذا معك خطوة إلى الأمام، أمس في الشارع كان هناك شعارات الشعب يريد إسقاط النظام، كانت هناك لافتات تطالب بعودة الأمانة عودة الوكالة ممن خان الأمانة. لم أسمع الشعار إسقاط الانقلاب، ليس إسقاط النظام. على كل نظام. لم أسمع هذا،
هو حديث عن اسقاط الانقلاب. اللهم اذا عانوا بالنظام ما يسمى في الادبيات السياسيه اليوم بالدوله العميقه، هذا ربما ليس له معنى، ليس له مقابل سياسي اليوم، ولا يفيدنا حتى في التحليل. ولكن نحن اليوم يعني نتجه الى 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 حل سياسي حتى نتفرغ لهذه الازمه الخانقة. تعرف لأن البلاد مهددة بالإفلاس والدولة على وشك الانهيار، وهذا أمر خطير فعلا، لابد من أن من هذا البعد الإنقاذي. مع كل هذا المشهد القاتم، أنا على يقين من أن الطبقة السياسية والنخبة التونسية بالتحديد قادرة في ذروة الأزمات أن تنجز التسويات الأساسية وأن تحدث التنازلات، ومبادرة مواطنين ضد الانقلاب وتحديد المبادرة الديمقراطية وما فيها من بنود خريطة الطريق هي مقدمة إلى هذه التسوية. في هذه النقطة اسمح لي أستاذ زهير، في هذه النقطة اسمح لي أستاذ زهير يعني وأختم بها معك. الطبيب تحدث في تصريح صحفي بأن تونس لن تصل إلى يعني الاحتراب الداخلي ويمكن الوصول إلى تسويات. إلى متى ستبقى تونس تدار بالتسويات؟ يعاب على النخبة الرافضة للانقلاب الآن بأن نخبة مخملية ولم تذهب إلى خطوات نضالية من باب الاعتصام في البرلمان، حتى يعاب على النواب داخل البرلمان التونسي الآن تركوا مهامهم التقدمية والطلائية في الدفاع على الديمقراطية قبل الدفاع عن أجورهم. يعني كيف تطلب من شارع تونسي يرى برلماني يعني موجود في كل منصات الإعلامية يتحدث عن أجوره وعن راتبه ولا يتحدث عن البرلمان؟ صفة المخملية هذه عجبتني، صفة إيجابية. يعني هي في نهاية الأمر ليست طبقة بالعنيفة، رغم العنصر الإقصائي الموجود في مستوى طرح سياسي عند النخبة. وربما السؤال، أنا انتظرت أن يعني أن نتحدث عن التسوية مهمة، ولكن على قاعدة ماذا؟ مواطنون ضد الانقلاب واضحة في هذا الأمر، تدعو طبعا إلى التسوية، لأن المجتمع التونسي منقسم في نهاية الأمر. المجتمع التونسي متعدد، ليس مجتمعا واحدا مفهوم الشعب يجمعه وينتظر قائدا يعني ملهما لكي يقوده، لا، هذا تصور حالم. المجتمع متعدد وقوته في هذا التعدد، و القاعدة التي ستكون عليها هذه التسوية التاريخية، وأنا متأكد من ذلك، هي اليوم واضحة: الدستور والديمقراطية. لأن حتى ما حدث في 2014 أنا أعتبره إيجابيا من منظور الدارس هنا، لا من منظور النشط السياسي. ما سمي بالتوافق يومها بين نداء تونس وحركة النهضة، أنا يعني أنظر إليه من خارجه، كان فيه جانب إيجابي. كيف الجانب الإيجابي؟ هو توافق كان بشروط نداء تونس الذي فاز بالانتخابات، ولكن الوجه الآخر هو أنه حدث تحت سقف الدستور الذي يعني وإنجاز الدستور، بمعنى تحت سقف البرلمان. يومها كان المجلس الوطني التأسيسي، وهذا مهم، ولكن المشكلة هو أنه كان موازيا هذا التوافق يعني مسار العدالة الانتقالية. هو لو عمليا لو أنجزنا مسار العدالة الانتقالية وحقق أهدافه لكانت هذه التسوية، لأن في النهاية العدالة الانتقالية تعني أنك تقيم تسوية داخل مجتمع منقسم. في تونس رأوا أحيانا نصل في ذروة التجارب السياسية كأننا يعني مجتمعان أمام دولة واحدة، وهذه حقيقة، ولا أفق إلا بأن تنجز النخبة هذه التسوية، وهذا ممكن. يكون الانقلاب ربما هنا قوسا، لأنك تعلم نحن في قبل الثورة جمعنا الاستبداد، لكن بعد رحيل بن علي فرقتنا الحرية، وفي مرحلة ثانية فرقنا الانتقال الديمقراطي، واليوم يجمعنا الاستبداد. طيب يعني الوقت أهمنا، ولكن الجملة وتنجز الوقت أهمنا للأسف أستاذ زهير، ما زال كثير من الحديث في هذا الموضوع، ولكن أهم ما ممكن نخرج منه اليوم في انتظار هذه التسوية التاريخية كيف ستكون وعلى قاعدة ماذا عند الإنجاز عند الترجمة السياسية. هذا المهم، ممكن هذا برسم الأيام القادمة، وممكن مواطنون ضد الانقلاب سيكون لهم إسهام مباشر أو غير مباشر في إنجاز هذه التسوية التاريخية. ممكن نجدكم تتحصلون على جائزة نوبل للسلام كما حصل مع الرباعي الحوار.
مواطنون ضد الانقلاب. نحن نحب جائزة الشعب للحرية والكرامة يعني. أشكرك أستاذ زهير إسماعيل الناشط السياسي والكاتب والمحلل السياسي والمستشار السابق لرئيس الجمهورية المصف المرزوقي، كنت معنا عبر سكايب أستاذ زهير، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، الشكر على المتابعة وحسن الاهتمام، كذلك شكر للزملاء في الإعداد والتنفيذ، حتى نلتقيكم في أمان الله.